معنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي مرحبا بك معنا، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذا القصف الإسرائيلي الجديد. نعم، القصفين مساء الخير، 22 و23 حقيقة الأمر على التوالي اللذين استهدفا الأراضي السورية. مطار حلب كان عند الساعة 8 مساء استهدف بأربع صواريخ صاروخ سقط داخل حرم المطار المسيطر عليه من قبل قوات النظام وروسيا، وثلاث صواريخ في محيط المطار وتحديدا في القسم الغربي أو الجنوبي الغربي. استهدف مستودعات سلاح تابعة للإيرانيين دمرت بشكل كامل. بالنسبة ل يعني المطار أو مدارج المطار، حسب معلوماتنا من داخل المطار ومصادرنا داخل المطار بأنها لم تتضرر، وكان هناك استنفار حقيقة الأمر قبيل الضربة الإسرائيلية بنحو 10 دقائق من قبل القوات الروسية الموجودة داخل المطار، الأمر الذي يوحي بأنهم كانوا على علم بأن ضربة سوف تستهدف تلك المنطقة من قبل الإسرائيليين، لذلك استنفروا داخل المطار. بعد ذلك بنحو ساعة ونصف أو يعني ما يزيد جرى استهداف جنوب شرق دمشق أو جنوب دمشق مواقع عسكرية، من المفترض أنها عسكرية ولكن يتواجد فيها مخازن لحزب الله اللبناني تحديدا. الاستهداف الأكبر أو الدمار الأكبر كان في محيط مطار حلب أكثر من الاستهداف الذي كان في جنوب دمشق وجنوب شرق دمشق من قبل الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت التراب السوري من فوق الجولان السوري المحتل. وبالإضافة لاستهداف حلب كان من جهة البحر، أي لا نعلم إذا ما كان حقيقة أمر الخصف من بارجات حربية إسرائيلية أو من طيران إسرائيلي الذي استهدف هذا المطار. طبعا السلاح الإيراني في محيط المطار من المعلومات بأنه وصل قبل أيام أو قبل يومين إلى محيط المطار وخزن في تلك المنطقة بعد أن كان يتواجد في ريف حلب الشرقي، وجرى نقله خوفا من استهدافه من قبل القوات الأمريكية في ضفاف الفرات الشرقية. تفضل. نعم أستاذ رامي، كيف تعلم إسرائيل بنوعية هذه الأسلحة، هذه الصواريخ؟ هل هذا يعني أن هناك اشتغالا كبيرا على الأرض؟ هناك عملاء بشكل كبير جدا لإسرائيل على الأراضي السورية بشكل قطعي، لولا ذلك لما علمت إسرائيل بأن هذا السلاح انتقل قبل يومين، والسلاح الذي استهدف في جنوب دمشق أيضا كان في منطقة حماة ونقل إلى تلك البقعة. هناك من يعطي إسرائيل ليس الأقمار الصناعية بل من هو على الأرض يعمل مع إسرائيل ويعطيها الأحداثيات الدقيقة، وبعد ذلك إسرائيل تقوم بقصف هذه المناطق من الأراضي السورية. 23 استهداف داخل الأراضي السورية هذا العام لوحده، غالبية الاستهدافات أصابت أهدافها في التراب السوري. كيف نفسر الموقف الروسي من كل هذه الضربات رامي؟ الموقف الروسي بشكل قطعي، روسيا تعلم بالضربات قبل حدوثها. مثل ما قلت لك حسب العاملين في داخل المطار وهم مصادرنا قالوا بأن استنفار كان قبيل الغارات الإسرائيلية بعشر دقائق للروس الموجودين في مطار حلب الدولي، أي أن هناك من أعطاهم معلومات بأن استهداف سيكون في تلك البقعة. لم تستهدف صلاة المطار، الذي استهدف هو حرم المطار، أحد الصواريخ وقعت في حرم المطار وثلاث صواريخ خارج المطار. أن روسيا هي تعلم بكل الاستهدافات التي تقع في الأراضي السورية، قد تكون لا تعلم الهدف بعينه ولكن تعلم بالاستهدافات قبل وقوعها. وماذا عن النظام السوري أستاذ رامي، إلى متى يبقى يعني بهذا الشكل، لا يوجد رد قواعد الاشتباك؟ وإلى متى يبقى حزب الله اللبناني وإيران يستخدمون الأراضي السورية كمستودعات لتخزين سلاح حزب الله وإيران؟ هل شاهدنا نحن إيران أطلقت أي صاروخ من داخل الأراضي السورية يا سيدي باتجاه الجولان المحتل؟ هل شاهدنا حزب الله الذي يخزن مئات آلاف الصواريخ داخل الأراضي السورية استخدمها في استهداف إسرائيل؟ لماذا لا يخزن هذا السلاح في جنوب لبنان؟ إذا كان السلاح حزب الله لماذا يخزن في التراب السوري؟ لماذا تبقى الأراضي السورية مستباحة من قبل إسرائيل وإيران؟ شكرا جزيلا لك أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري.